السلام عليكم أعزائي، أكلمكم اليوم عن الأميرة لالا مريم، حقيقة مرضها وإشاعة وفاتها. الأميرة مريم التي كانت تحل مشاكل شراك مع محمد السادس. لاحظ المتتبعون لتحركات الأميرة أن تواجدها بالمغرب لم يعد بنفس القدر الذي كان عليه في عهد والدها الراحل الحسن الثاني، سيما منذ استقرار والدتها لالا لطيفة بالعاصمة الفرنسية باريس. فباريس حسب البعض أصبحت تحتل الجانب الأوفر من مساحة حياتها خلال السنوات الأخيرة، حيث تقيم كذلك والدتها وإحدى أعز صديقاتها والأقرب إلى قلبها. ذكر الصحفيان الفرنسيان مؤلفا حين يصبح المغرب إسلاميا أن الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك كان يهاتف الأميرة مريم في أي ساعة من الليل أو النهار ليطرح عليها إحدى المشاكل العالقة مع طريقة حكم محمد السادس. وحسب المؤلفين المذكورين فإنه منذ وفاة الحسن الثاني لم تعد علاقات شيراك ومحمد السادس على ما يرام، حيث إن الرئيس الفرنسي كان يعتبر نفسه وصيا على الملك الشاب ومملكته، وذلك بعدما وعد الحسن الثاني الذي أوصاه أياما قبل وفاته، بالتحديد يوم 14 من يوليوز في سنة 1999 أن يكون بمثابة الأب الذي لن يكونه بالنسبة لأبنائه. غير أن محمد السادس رأى في وصاية شيراك طقسا أبويا لا يناسبه، حيث قال لبعض مقربيه بأنه لم يفقد أبا ليصير له غيره، وبطبيعة الحال فقد أثر ذلك على نوع العلاقات التي كانت بين الرجلين أي شيراك ومحمد السادس. وقد ازداد حنق جاك شيراك حينما وجد نفسه ذات مرة في العاصمة المغربية إلى جانب بعض القادة الأفارقة، بينما كان محمد السادس مشغولا ببعض هواياته البحرية. وأيضا حينما رفض محمد السادس تجديد مهمة حسن أبو أيوب كسفير للمغرب في فرنسا ضدا على رغبة الرئيس الفرنسي السابق. وحينما كان جاك شيراك يهاتف الأميرة مريم التي كانت تجمع بينه وبينها علاقة شبه أسرية، حيث يعتبرها أقرب أبناء الحسن الثاني إليه ليحكي لها متاعبه مع أخيها الملك. ويبدو أن كثيرا من سوء الفهم الذي كان يطرأ بين الرجلين يجد صداه عند الأميرة مريم التي كانت تبذل مجهودا لتصفية الأجواء بينهما. ويبدو أنها نجحت في ذلك بالنظر إلى السند الذي ظل جاك شيراك يقدمه لمحمد السادس منذ وفاة الحسن الثاني وحتى آخر عهده برئاسة الجمهورية الفرنسية. وصرح جاك شيراك لبعض مقربيه أن الأميرة مريم تتوفر على قدرات تواصل جيدة وتستطيع استيعاب طبيعة المشكل المطروح بسرعة، وأن لديها قدرة كبيرة على التعبير عن أفكارها بكثير من الدقة. وصفها جاك شيراك بالعقل السياسي. تربط الأميرة مريم بالرئيس الفرنسي السابق علاقة ود خاصة، إذ يخصها بعطفه واهتمامه، وقد سبق أن وصفها بالعقل السياسي بعد الإدلاء أكثر من مرة بإعجابه الكبير بذكائها وفطنتها ودهائها، وقد كان يجري معها اتصالات هاتفية أكثر مما يجريها مع الملك نفسه، ويدخل هذا الاهتمام والاعتناء في إطار الوفاء بالوعد الذي سبق وأن قدمه للحسن الثاني قبل رحيله. هذا ما أكده الصحفي الفرنسي جاك بيير توكوا في كتابه أنا مدين لوالدك بالكثير. ومن المعلوم أن الأميرة مريم كانت تربطها علاقة خاصة بوالدها الملك الراحل الحسن الثاني، إذ لا يخلو جناح من إقامتها من وجود صور له، فقد تصادفها في أي ركن من أركانها، حيث كلما وقع نظرها على إحداها ارتسمت مسحة من الحزن العميق على محياها. فؤاد الفيلاني قبل وبعد الطلاق. كان زواج الأميرة من تخطيط الملك الراحل الحسن الثاني، إذ في سنة 1983 كان فؤاد الفيلاني يمارس مهنة المصرفي الناجح بول ستريت بالولايات المتحدة الأمريكية. وعندما تعرف عليه الملك وبلغ إلى علمه نجاحه الكبير في مشواره المهني، واعتبارا لأن والده عبد اللطيف الفيلاني كان أحد رجال ثقة الملك، اختاره زوجا لابنته البكر الأميرة مريم، وعقد القران سنة 1984. وفي سنة 1986 عين الملك الراحل الحسن الثاني صهره الجديد على رأس مجموعة أمينيوم شمال إفريقيا أو أونا، وتمكن فؤاد الفيلاني من تحويل أونا إلى إمبراطورية اقتصادية أكدت حضورها في مجمل القطاعات الإنتاجية بالمنظومة الاقتصادية، إلى أن وصل رقم معاملتها سنة 1998 ما قدره 20 مليار درهم، وبذلك تمكنت من مضاعفة نشاطها ونتائجها أكثر من 10 مرات.
آنذاك كان فؤاد الفيلاني أسعد المغاربة، يدير شؤون أهم مجموعة اقتصادية ويقود بنفسه الطائرات الأربع الخاصة التي كانت في ملكية أونا، ويعتني بمجموعة سياراته من نوع ليموزين الأمريكية. بعد اضطراره للمكوث طريح الفراش مدة 6 أشهر إثر خضوعه لعملية جراحية في ظهره بالولايات المتحدة سنة 1994، بدأ يتردد بكثرة على مراقص وكازينوهات مراكش، حيث كان يلتقي أصدقاء ستيف يوحنا وسعد الكتاني. آنذاك بدأت علاقته بالأميرة تعرف توترا، وفي صيف 1997 وافق الملك الحسن الثاني على طلاق ابنته الأميرة مريم من نجل رجل ثقته على امتداد أكثر من 40 سنة عبد اللطيف الفيلاني. وفي أحدى ليالي الصيف تم استدعاء فؤاد الفيلاني على وجه السرعة من ماربيلا بإسبانيا لحضور تحرير عقد الطلاق أمام عدلين، وهذا ما كان، واحتفظ به الملك الراحل الحسن الثاني على رأس مجموعة أونا إلى حدود أبريل 1999. وفي نفس الشهر بعد أن نشرت إحدى الصحف الإيطالية استجوابا مع آنا الفيلاني زوجة عبد اللطيف الفيلاني الإيطالية، دافعت فيه عن ابنها فؤاد بعد تورط صديقه ستيف يوحنا في نازلة مالية بفرنسا. الأميرة التي تريد أن تعيش في هدوء. عاشت الأميرة مريم طفولتها بين إخوتها في عالم سحري، وفرت لها شروط الإقامة به الخضوع لتربية خاصة، جمعت بين الأصالة والحداثة تحت إمرة مربيات ومشرفات أجنبيات متخصصات، في جو مطبوع بالبروتوكول الواجب احترامه قواعده وضوابطه بالحرف، مثل أشقائها عمل الحسن الثاني على إحاطتها بقاريناتها بالمعهد المولوي، وكان الملك الراحل الحسن الثاني يختارها لترافقه في معظم سفرياته خارج المملكة وأثناء أنشطته الرسمية. ونجحت الأميرة مريم منذ صغرها في نسج علاقات واسعة مع مختلف مناطق المغرب، فهي التي رعت في البداية المؤتمر الإفريقي الثالث للأطفال المصابين بداء السرطان، وأنشأت برلمان الطفل، وظلت تحرص على تدشين حملات تلقيح الأطفال السنوية منذ انطلاقها، كما تكلفت برعاية برنامج تربية الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة. وكانت الأميرة مريم تحظى بعناية خاصة من طرف الراحل الحسن الثاني، بل إن الملك الراحل شجعها ودفعها لترأس العديد من المؤسسات. البنت البكر للملك الحسن الثاني التي ولدت في العاصمة الإيطالية روما في 2 غشت عام 1962، ونظرا للحماس والنشاط اللذان تتمتع بهما منذ الصغر، سمح لها ولحدود اليوم بترأس الجمعية المغربية لليونيسيف، المرصد الوطني لحقوق الطفل، كما أنشأت برلمان للطفل، وتترأس اليوم المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، وكذلك مؤسسة الحسن الثاني لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج. وما يميز أنشطة وتحركات الأميرة مريم أنها تفضل الاشتغال في الخفاء بعيدا عن صخب وضجيج وسائل الأعلام التي أساءت إليها بخصوص مشكلة زوجها السابق فؤاد الفيلاني. وقد عرفها المغاربة كأميرة تعمل بهدوء تام بدون بهرجة أو ضجيج، ورغم أنها تعتبر الأكثر ظهورا بين شقيقاتها الأميرات، فإنها تحب العمل بعيدا عن عدسات الكاميرات وصخب وسائل الأعلام. وفي هذا المضمار ظهرت لها عدة حكايات من هنا وهناك مع مصورين وحاملي الكاميرات، كل ما في الأمر أنها تريد أن تحيا في هدوء وصمت وأن تشتغل وتقوم بالمهام المكلفة بها بلا بهرجة وبدون تسليط أضواء كاشفة. وقد عرف عنها أنها ظلت متشددة مع الذين يلتقطون لها الصور، لا تسمح بذلك إلا بعد علم مسبق باللحظة التي ستؤخذ فيها الصورة. وعرف عن الأميرة مريم أنها كثيرة السفر إلى الديار الفرنسية لزيارة والدتها لالا لطيفة المقيمة بباريس منذ سنوات، وكذلك للالتقاء بإحدى صديقاتها الحميمات هناك. وتولي أميرة مريم أهمية خاصة تكاد تكون قدسية للصداقة، إذ عرفت بوفائها الكبير لصديقاتها، كما أنها تحب السفر خلال زياراتها الخاصة على متن الطائرات العادية، حيث تحجز أحيانا فضاء الدرجة الأولى، علما أنها كانت تختلط من حين لآخر بعموم المسافرين بدون بروتوكول. حب الاختلاط بعامة الناس. عرف عن الأميرة مريم وشقيقاتها ميولهن إلى الاختلاط بعامة الناس في طفولتهن، إذ ما زالت الذاكرة الشعبية تحتفظ للأميرة بطريقة تصرفها في المخيمات الصيفية واندماجها الكلي مع قريناتها من بنات الشعب. وكانت الأميرة تتألق بعفويتها دون أدنى إحساس بالتعالي أو التميز عن أقرانها، وكان الشيء الوحيد الذي يفيد أنها من علية القول عيون الحراس الخاصين التي تلازمها وتترصد كل حركاتها وسكناتها وتتبعها حيث ذهبت وأينما تواجدت، لكن دون تدخل.
يعتبر بعض المقربين من الأميرة أن هذه الأجواء هي التي ساهمت في ترسيخ شعورها الحثيث من حين لآخر حتى الآن، بضرورة الاختلاط العفوي وغير المصطنع بالأجواء الشعبية.